من سوق الترجمان. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا محمد. دينا أهلا بك. نحن الآن نتواجد في منطقة سوق الترجمان، بالتحديد في معرض المستلزمات المدرسية، وهو الذي قام محافظ القاهرة بافتتاحه يوم الثلاثاء الماضي. اليوم كما ترين خلفي هناك حالة من الإقبال على شراء الأدوات المدرسية من المعرض. هناك أكثر من شركة جاءت لعرض مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب وتحتاج الأسر إلى شرائها قبيل بدء الدراسة. المعرض سوف تظل أبوابه مفتوحة حتى بدء الدراسة، وهذا ما عرفناه اليوم. كذلك اليوم هناك بعض الأخبار المتداولة التي عرفناها أنه من المرتقب وصول محافظ القاهرة لتفقد الحالة في معرض المستلزمات المدرسية بمنطقة الترجمان. كذلك إلى جانب حالة الإقبال، هناك حفلة من المقرر تنظيمها اليوم، وهذه الحفلة سوف يحييها الفنان شعبان عبد الرحيم، وهذا لمشاركة الأفراد المتواجدين هنا ولدعوة الأسر لكي تأتي إلى سوق الترجمان كي تشتري بعض البضائع التي هي متواجدة هنا، وهي البضائع المدرسية أو الاحتياجات المدرسية، والتي توصف بأنها بأسعار منافسة لكل ما هو متواجد في السوق في الشارع المصري. هذا بشكل عام عن حالة المعرض. محمد، ممكن الكاميرا زي ما هي جايبة الناس معانا تحاول تجري بعض الحوارات مع المواطنين للوقوف على الفارق في الأسعار؟ هل الأسعار فعلا تنافسية؟ عايزين نعزز فكرة الحكومة بنقل الباعة إلى سوق الترجمان، لأنهم كانوا بيشتكوا من عدم وجود إقبال جماهيري على الشراء، اتوفرت لهم وسائل مواصلات، والآن هناك إقبال كبير من المواطنين. عايزين نعرف فعلا إذا كان هناك أسعار تنافسية وتوفر السلع المطلوبة بشكل كافي. نعم، يعني الأفراد هنا كما ترين يتواجدون في المنطقة لشراء بعض السلع. نحن سنحاول أن نجري بعض الحوارات مع الأشخاص المتواجدون في المعرض ونتعرف على مدى رضائهم عن السلع التي يشترونها الآن. الآن يعني معنا أحد الأشخاص الذين يشترون بعض الاحتياجات من معرض الاحتياجات المدرسية. يعني نحب نتعرف بك بداية. أنا اسمي بلال رأف. بلال، أنت يعني سبب وجودك هنا المعرض، اشتريت منه إيه؟ جاي تشتري لي من المعرض، ما اشتريتش لي الاحتياجات بتاعة المدرسة من الخارج؟ والله الحاجات هنا لقيتها رخيصة، قلت إن شاء الله أجي اشتري من هنا. لكن الأسعار بالنسبة لك هنا، الأسعار أرخص من برة ولا في ارتفاع في الأسعار هنا، أو حتى الأسعار مساوية لما هو موجود في الخارج؟ لا، هنا الأسعار أرخص شوية، هنا الأسعار أرخص من اللي برة. اللي برة تلاقي كشكول ب10 و11 جنيه، هنا تلاقيه ب9 جنيه و150 ورق. لكن أنت بالنسبة لك تنصح كل الناس أنها تيجي تشتري من هنا أو يعني؟ أنصح يجوا يشتروا إن شاء الله. يعني بلال هو أحد الأفراد الذين أتوا اليوم لشراء بعض المستلزمات المدرسية من معرض المستلزمات المدرسية الذي يقام في منطقة الترجمان، وهذا المعرض هو لإحياء الحركة التجارية في المنطقة ولدعم الأفراد وحتى تعريفهم بأن هناك سوق تم افتتاحه في الترجمان ومساعدة الباعة الجائلين حتى تتحرك الحركة التجارية في المنطقة عندهم. وإليك مرة أخرى دينا. شكرا محمد الرئيس، مراسل الحياة الآن من سوق الترجمان، وإلى وزارة